فأولى فقراتنا رح نروح فيها لنحكي عن الحساسية اللي ممكن تكون مزعجة لنسبة كتير من الأشخاص بداية هذا الشهر، رغم كل جماليته هو يعتبر لناس كتير من خلينا نقول الفصول المحببة، شهر الطاقة الإيجابية، اللون الأخضر، الأرض والعطاء، ولكن هذا الجمال فينا بعض الناس عم يدفعوا ضريبته يا ليلى بأعراض جدا مزعجة. تماما يا رشا، أنا أحد الأشخاص اليوم اللي هي الفقرة بتهمني، يمكن هذا الفصل الربيع الحساسية الموسمية كثير من الأشخاص بيعانوا منها، يمكن بتختلط بينها وبين أعراض الرشح أو الجريب، في كثير من الأشخاص ما بيعرفوا لسه إنه هي فعلا أعراض الحساسية وممكن تسبب لهم كثير اضطرابات مزعجة. اليوم رح نحكي عن الحساسية الموسمية، شو هي، شو أسبابها وأعراضها، وشو طرق الوقاية والعلاج، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة هالة شاهين، دكتورة بالصيدلة. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وصباح كل المشاهدين. صباح الخير دكتورة، بعد زمان اشتقنا لك، اهلا وسهلا بحضرتك. تسلمي لي. اليوم خلينا هيك نروح لنعرف طبيا شو هي الحساسيه الموسميه ونفرق ما بينها وما بين الزكام العادي. دائما هذا الفصل بجماليته ولكن عم ندفع ضريبته، يعني فصل العذاب هذا بالنسبه لبعض الاشخاص. الحقيقه الحساسيه الموسميه هي رد فعل مناعي من الجسم. طبعا جهازنا المناعي، خلينا بس نشرح بالاول، جهازنا المناعي وظيفته الدفاع عن الجسم. بيتعرف على العوامل الممرضة، جراثيم، فيروسات، بيعتبرها كمستضد، بنسميها مستضد، وبيشكل لها الضد المناسب يلي بيرتبط مع هذا المستضد، وبس ارتبط ضد مع المستضد يبطل مفعوله، فبتكون هي وسيلة دفاع عن جسمنا بإبطال مفعول هذا المستضد يلي هو العامل الممرض، الجرثوم أو الفيروس. بحالة الحساسية لسبب مجهول، الجهاز المناعي ببلش بيتعرف على أشياء موجودة حوالينا، ببيئتنا، بأكلنا، بشربنا، بهوائنا، ما بتكون هي عوامل ممرضة، بيتعرف عليها بيعتبرها مستضد وبيبلش بشكل لها أضداد. وهذه الأضداد بتكون من نوع معين، متى ما ارتبطت مع هذه العوامل يلي هو تعرف عليها بالوسط المحيط، سواء غبار الطلع، سواء الغبار العادي اللي موجود بالجو، هذا المعقد المكان يلي بيتواجد فيه بيصير نوع من التفاعل، خلينا نقول حرب ما بيناتهم. هاي الحرب تجلب الخلايا المناعية للمكان، الخلايا المناعية بتحرر محتوى الحبيبات اللي موجودة فيه اللي هي مواد التهابية أو وسائط التهابية، فبتعمل هذا المفعول التحسسي. بحالة الحساسية الأنفية هذا التفاعل بيصير بالجهاز التنفسي العلوي، لذلك بتظهر أعراض مشابهة جدا للزكام يلي هي عطاس ودماع، ونحن بنسميها بالعامية كركرة بالأنف وبالبلعوم، حتى بعض الأشخاص حتى بينصابوا بحالة من بحية الصوت. البعض بينزل عندهم التفاعل للجهاز التنفسي السفلي فبيصير عندهم ضيق تنفس، سعال، كتير مشاكل. هلأ الفرق ما بينه وما بين الزكام، كل شخص مصاب بالحساسية الموسمية بيبلش مع السنين بيميز بيناتهم، لأنه هي أولاً هي الحالة مقصورة على هدول الأشهر اللي هن 4-5 أو 3-4-5 خلينا نقول، وما بيترافق مع حرارة. الحالات العرضية بتكون شدة الأعراض لما بيطلع من البيت، بس كان موجود بمكان مسكر، بس يغسل بيخف الأعراض، فمن هون بيقدر يميز ما بين الحساسية الموسمية وما بين الزكام العادي. طب دكتورة، إذا بدنا نحكي اليوم الأشخاص الأكثر عرضة للحساسية الموسمية، من هن الفئات اللي ممكن يتعرضوا لهي الحساسية؟ حقيقة عمرياً كل حدا من عمر 12 سنة أو من عمر 10 سنوات لعمر 60 سنة هن الناس الأكثر عرضة، لكن الحقيقة نقول أكثر من هيك، إنه مين الأكثر عرضة؟ كونه الحساسية متعلقة بالجهاز المناعي، نحن لغاية اليوم ما بنعرف التفاعلات المناعية شو السبب يلي بيطلقها. فبالتالي بتلاقي إنه بعض الأشخاص ضمن نفس العائلة ناس عندها حساسية ناس ما عندها حساسية. هذا له علاقة بجسمنا بجهازنا المناعي، إنما عمريا فينا نقول من عمر 12 سنة لعمر 60 سنة هن الأشخاص الأكثر عرضة. تحت عمر 12 سنة أو الأطفال بيكون لسه جهاز المناعي فريش عندهم، ما عمل كتير هالإنجازات خلينا نقول، فما كتير بيروح باتجاه تفاعلات المناعة الذاتية. وفوق عمر 60 سنة بيبلش الجهاز المناعي بخف الرد الفعل تبعه، فكمان بتخف حالات الحساسية. إنما من عمر 12 سنة ل 60 سنة هن الأشخاص الأكثر عرضة، لكن ما عدا ذلك ما فينا نقول شو هي المسببات. بعض الأشخاص تبلش عندهم الحساسية أحيانا بعد إصابة بإنسانات، البعض بيصير بعد تناول دواء معين، لغاية اليوم ممكن تصير بشكل مفاجئ ما عنده ياها الشخص من قبل أو من عمر 12 سنة، ممكن
تبلش بشكل مفاجئ، بيكون في شيء شرارة معينة أطلقت هذا التفاعل بجسمه، مثل كل تفاعلات المناعة الذاتية. نحن لغاية اليوم ما بنعرف شو الشرارة يلي أطلقتها، بس بيلاقي شخص نفسه بلش يصير عنده حساسية وبده يتعامل مع الموضوع بهذا الشكل. طيب دكتورة، خلينا نروح لمعلومة شائعة، أنه الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية هل ببلش معهم كل فصل الربيع يعني 3 شهور أو لا؟ يعني هي ممكن تبدأ مع بدء غبار الطلع بالجو. تمام، هيدي هي غالبا الشرارة يلي بتحرض هجمة الحساسية الموسمية بكل سنة. غبار الطلع الحقيقة عبارة عن ذرات مجهرية نحن ما منشوفها بالعين المجردة، فبس مجرد بلش صار في أزهار بالطقس، بداية تفتيح الأزهار على الأشجار وبالحدائق، بيبلش بدنا نعتبر أنه نحن صار في نسبة من غبار الطلع عالية بالجو، وبس زادت نسبة غبار الطلع تبلش الأعراض تظهر عند الناس اللي عندهم أرضية تحسسية. لذلك بدهم يكونوا كتير حذرين هدول الأشخاص بهي الفترة، بشهر 3-4-5 أي حركة بدهم يطلعوها برات البيت لازم ياخدوا احتياطات كتير قوية، وعلى رأسها الكمامة. يحاولوا خلال هاي الفترة الكمامة كتير بتريح، لأنه بتحمي من وصول غبار الطلع إلى جهازنا التنفسي. إذا بدنا نحكي عن الروائح العطرية، يمكن حتى طبعاً المنظفات وهدول القصص، ممكن روائح الأشخاص لازم روائح العطرية كمان. المنظفات، الناس اللي عندها الأرضية التحسسية هن قابلين لتجيهم هجمة حساسية من أشياء تانية، يعني مو بس غبار الطلع. نرجع منقول غبار الطلع، الغبار يلي بالجو مثل هلأ الطقس اللي عم نعيشه هاليومين، روايح مثل ما تفضلتي، روايح البارفانات خاصة اللي بتكون كتير زخمة، المنظفات أكيد بتحرض عندهم هجمة حساسية، وبر الحيوانات الأليفة كمان كتير بيحرض عندهم، بعض أنواع من الحشرات المجهرية مثل عت الفراش وكذا بيحرض كمان هجمات حساسية موسمية. حتى الأشخاص يلي عندهم الأرضية التحسسية إذا دخلوا لمكان رطب وفي عفونة ممكن أنه يتحرض عندهم هجمة حساسية نتيجة هالعفونة يلي موجودة. فالحقيقة اللي عنده أرضية تحسسية هم مو بس من غبار الطلع، ممكن تصير عنده من كتير. العديد من الروائح. في ناس تخيلي من زيت القلي، يعني ست البيت بتكون إذا عندها هي أرضية تحسسية إذا بدها تقلي شيء بالبيت ريحة زيت القلي قد تحرض عندها هجمة تحسسية كتير قوية. فهي استعداد بالجسم، بس صار هذا الاستعداد فهي معرضة، كل حدا فينا معرض ليصير عنده حساسية من كتير روائح ممكن يشمها. طيب دكتورة، اليوم ما بين شخص وآخر يعني حدة الأعراض هل ممكن تختلف؟ أكيد. احنا قلنا مثل ذكرتي حضرتك حسب الجهاز المناعي بالجسم، ولكن الأعراض موجودة ولكن ليس ثابتة عند الجميع. تماما، حسب مناعة، يعني حسب قوة جهازنا المناعي. تمام، نحن كل ما كان جهازنا المناعي أقوى حتكون هالتفاعلات أخف، حيقدر جسمنا يتحمل هالتفاعلات بطريقة أخف، وكل ما كان جهازنا المناعي أضعف فبالتالي حتكون الهجمة كتير شديدة. لذلك منلاقي أنه بعض الأشخاص نوصف لهم مضاد هيستامين اللي هي أدوية الحساسية المعروفة، ففي بعض الناس على مضاد الهيستامين بيستفيدوا، في بعض الأشخاص لا، بياخدوا مضاد الهيستامين ولا كأنهم عم ياخدوا شيء، بيضطروا لأنه يزوروا الطبيب لا ياخدوا بخاخات محتوية على الكورتيزون، في بعض الأشخاص بيحتاجوا حتى لإبر كورتيزون لتخفف الهجمة عندهم. فهي العلاقة بمدى قوة جهازنا المناعي قوي ولا ضعيف هو اللي بيحدد شدة الهجمة اللي عم تجينا وبالتالي شدة الأعراض اللي عم تظهر عنا. دكتورة، ضيق التنفس الشديد بحالات الحساسية أو بشكل عام بالرشح والجريب، هل له علاقة هو بالحساسية؟ طبعاً من أعراض الحساسية؟ إذا الحالة تحسسية فهي مثل ما عم قلك، إذا الهجمة شديدة هي تنتقل من الجهاز التنفسي العلوي وبتنزل للجهاز التنفسي السفلي وبتؤدي إلى تضيق القصبات، وتضيق القصبات هو اللي بيعمل ضيق النفس عند المريض. نرجع منقول هو التفاعل يلي عم بيصير ما بين الأضداد وما بين هالذرات يلي عم تدخل للجسم واللي جهازنا المناعي عم بيتعرف عليها وكأنها مواد ممرضة أو مواد مسيئة، فبيبلش بيعمل هذا التفاعل. فهي بتتظاهر بالأعراض التنفسية العلوية مثل ما قلنا، زكام وعطاس ودماع وإلى آخره، لكن بعض الأحيان بتنزل للجهاز التنفسي السفلي وبتعمل ضيق تنفس، وأحيانا بيحتاجوا مشفى، يعني بعض الأشخاص بيحتاجوا لإرذاذ موسعات قصبية ليقدروا يتنفسوا بشكل طبيعي.
طيب اذا بنحكي على الاطفال اليوم، هل الاطفال نحن قادرين نعمم هاي الحساسيه على الاطفال باعراضها باسبابها بطرق العلاج؟ غالبا عند الاطفال بتكون اخف مثل ما حكينا، لانه لسه جهازهم المناعي فريش، فغالبا ما بنشوف عند الاطفال اعراض تحسسيه كثير شديده مثل اللي بنشوفها عند الكبار. الشخص الكبير بيكون مرق على جهازه المناعي العديد من الصدمات خلينا نقول، فبالتالي هذا بيؤدي لانه ردود افعاله بتكون احيانا عنيفه. الاطفال لسه جهازهم المناعي فريش، بس ممكن نشوف بعض الحالات التحسسيه وبيستفيدوا على شراب الحساسيه بيكون كافي بالنسبه لهم. ببعض الحالات تترافق الحساسيه عند الاطفال مع انتانات صدرية، فهون قد يحتاجوا إلى إرذاذ، إلى أي معالجة تعمل لهم توسع قصبي، توسيع قصبي لحتى يتنفسوا بشكل جيد. إنما غالباً التفاعلات التحسسية عند الأطفال بتكون أخف من الكبار. خلينا نروح دكتورة للأشياء الشائعة واللي كثير من الأشخاص بيستخدموها بالمنزل، إنه في أشخاص يمكن بيصير عندهم الحساسية أو القريب، مثل ما ذكرنا قبل شوي إنه ما بيعرفوا يميزوا بين الحساسية والقريب، لكن بيستخدموا الأشياء الطبيعية بالبيت اللي هي بخار البابونج أو بخار النعناع، هل هذا الشيء مفيد أو له أضرار؟ يمكن الواحد لازم أول شيء يبدأ بالأدوية أو عن طريق طبيب؟ هلا بالنسبة للبخار، أي شيء بيرطب الغشاء المخاطي ضمن الأنف فهو مانو مسيء، بالعكس هو جيد. تمام، نحن بدال البخار نحن بننصح الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية استخدام السيروم الملحي، المي والملح، موجود بالصيدليات بشكل بخاخات جاهزة، ممكن يجيبوه من الصيدلية يستخدموه كسيروم ملحي، ما له أي أضرار، أو ممكن حتى يحضروه ضمن المنزل، لتر من الماء بنحط له 7.5 ملي جرام من الملح النقي مع 5 ميلي جرام من بيكربونات الصوديوم. 7.5 ميلي جرام يعني معلقة صغيرة ونص، والخمسة ميلي جرام هن معلقة صغيرة. تمام، منحلهم ضمن لتر من الماء ومنعمل استنشاق فيهم. هي العملية بتعمل لي ترطيب للغشاء المخاطي، وجود الملح بعقم وبيغسل كل شيء غبار طلع وكل شيء ذرات دخلت على جوف الأنف وحرضت الهجمة التحسسية. بالعكس نحن الترطيب كتير مهم، إذا حدا بيقدر بيعمل بخار بابونج مثل ما قلتي، بخار النعنع لا مانع. نحن دائما بنقول كل ما يرطب الغشاء المخاطي فبيفيد بأنه يخفف الأذية على الغشاء المخاطي ويخفف من شدة الأعراض وصعوبة الحالة عند الشخص. طيب دكتورة، هاي الحالة إذا بدنا نقول هي مستمرة وموسمية وممكن تستمر أشهر الربيع، ثلاث شهور يعني، اليوم إحنا مفروض نقدر نتعايش معها بالشكل الطبيعي؟ يعني أنا بعرف عندي هاي الحالة، في نصائح في طرق أنا قادرة أتعايش معها مثل أي حالة مرضية أخرى. تماماً. شو أهم اليوم النصائح ليقدر هذا الشخص يتعايش ويبقى هيك حياته بشكل طبيعي؟ مثل ما قلتي كلامك صح، أنه الشخص اللي عنده أرضية تحسسية على مدار 12 شهر، يعني نحن صح الأعراض تزداد خلال هذا الفصل نتيجة غبار الطلع ونتيجة الغبار اللي بيكون بالجو، لكن هذا الشخص بيكون عنده استعداد لتتحرض عنده هجمة حساسية، ممكن يكون بحفلة ويبخوا روايح، يبخوا الدخان اللي بيحطوه بالحفلات، ممكن يتواجد بمطعم، ممكن يدخل لزيارة يكون الأشخاص عندهم حيوانات أليفة فمن وبر الحيوانات تتحرض عنده. فبالحقيقة كل الأشخاص اللي عندهم أرضية تحسسية الوقاية خير من قنطار علاج. يلي بيعرف حاله أنه عنده أرضية تحسسية دائما الكمامة بدها تكون بجيبته، هي أول شغلة. بيعرف حاله أنه هو، يعني كل الأشخاص اللي عندهم حساسية بيبلشوا بيميزوا أنه أنا هي الشغلة عم بتحرض لي الهجمة هي لا، فبيبلش بيتجنب الأشياء يلي بتحرض له الهجمة التحسسية. الأشخاص يلي عندهم أرضية تحسسية بهذا الفصل من السنة بيطلعوا لبرات البيت بيرجعوا، ونحن بنطلب منهم انه تغسيل مع غسيل حتى الثياب اللي هن لابسينها، لانه ممكن يكون عليها غبار الطلع. وحتى بنقول لستات البيوت انه اذا عندك حدا بيعاني من حساسيه بالبيت لا تنشري الغسيل خلال هالفتره برات البيت مشان ما يعلق عليه كمان غبار طلع ويتضرر الشخص. شوي هيك تماما، بس المشكله بحاله الحساسيه ما عندنا حل سوى الوقايه، الوقايه هي الاهم، وبيجي بعد منها استخدام مضادات الهستامين. يلي عنده ارضيه تحسسيه مضاد الهستامين بده يكون بجيبته على طول، وين ما تحرك بالبيت برات البيت لازم مضادات الهستامين، وهي امنه يعني بيقدر الشخص بياخذها من الصيدليه بدون وصفه، حبه فورا عند بدء الهجمه. ومثل ما حكينا اذا كانت الحاله كثير شديده اصبحت عم بتعطل الشخص المصاب بالحساسيه عن اداء وظائفه اليوميه، فبامكانه يراجع الطبيب ويضيف الى مضاد الهستامين البخاخ المناسب او ابره كورتيزون قد يحتاجها لحتى يكافح الحاله.
طب دكتورة، مثل ما ذكرتي أنه مستمر يمكن ما له علاج، الأشخاص ذكرتي أنه لازم يضلموا عن مضاد الحساسية تماماً. طب وقت اللي بيتاخد لفترات طويلة، نحن بنعرف أنه أو بنسمع دائما أنه الأدوية وقت بتتاخد بكثرة إلها تأثيرات جانبية على الشخص، هل مضاد الحساسية من هدول التأثيرات؟ هلأ لليك شغلي، نحن خلال هذا الفصل ممكن نقول للشخص خذ مضاد الهيستامين يوميا، لكن نحن بس طلعنا برات هذا الفصل وخفت أعراض الحساسية الموسمية فأكيد ما لح يستخدم مضاد الهيستامين يوميا، إنما لازم يكون متواجد معه حتى إذا تواجد بأي مكان وبلشت معه هجمة حساسية يقدر ياخذ حبة الدواء مباشرة. أضرار مضادات الهيستامين على المدى البعيد هي زيادة الوزن، لأنه أغلب مضادات الهيستامين بتبطئ الاستقلاب، فبالتالي بتعمل زيادة وزن، وهي منشوفها كتير عند الأشخاص اللي بعندهم حساسية موسمية مفرطة وكتير قوية وبيضطروا بياخدوا لثلاث أربع شهور مضاد الهيستامين، فبيخلصوا هالأشهر بيحسوا حالهم أنه عندهم كم كيلو زيادة لأنه مضاد الهيستامين يبطئ الاستقلاب، فبالتالي ما عنده حل، يعني يا بده يتحمل هالأعراض اللي هو عم بيعاني منها يا بده ياخد دواء الهيستامين، ما عنده يعني ما في حل تاني أبدا. برجع بقول الاستخدام يومي خلال فترة نوبة الحساسية، برات نوبة الحساسية بدنا نخليه احتياطا موجود عنا، تحرضت عنا هجمة ناخد حبة فورا. في ناس دكتورة بتاخد هذه الأدوية يعني بشكل مقصود كرمال زيادة الوزن، يعني اللي بدهم يبقى يعالجوا النحافة تبعيتهم، بس هذا يعني استخدام خاطئ، خلينا نقول حرام. طيب دكتورة، احنا بنعرف الجسم بس تعود على نوع دواء يعني انه او نوع من الأدوية، ما بقى يعني بعد فترة ما بقى ياخذ نفس الفائدة، يعني هل اليوم ممكن تغيروا بالحالات الموسمية الأدوية او لا هو ثابت يعني؟ هلا غالبا جرعات او الجرعه احيانا قد تتطلب الزياده، تغيير نوع مضاد الهيستامين لا، احيانا يتطلب اضافه الكورتيزون الى مضاد الهيستامين لحتى يقدر يعمل مفعول يسيطر على القصه، انما كل مضادات الهيستامين تعمل بنفس الطريقه، واليوم صار في اجيال جديده يعني تعمل بطريقه مريحه للجسم، كانت الاجيال الاولى تسبب نعاس والشخص اللي ياخذ انتي هيستامين ما يقدر يطلع على شغله يضله نايم، اليوم هلا مضادات الهيستامين كثير مريحه بالامكان استخدامها ونطلع على شغلنا بكل رياحه، احيانا قد نضطر نضيف معها الكورتيزون إذا الهجمة كتير شديدة، إذا الحالة تستدعي. ما بيأثروا مع بعض دكتورة؟ لا الكورتيزون له لأنه نحن الحساسية هو تفاعل مناعي، فالكورتيزون له تأثير على التفاعلات المناعية بيوقفها، لذلك بيريح الشخص يلي مصاب بالحساسية. أكيد دكتورة هالة الشاهين، دكتورة بالصيدلة، اللي بنتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتينا إياها، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع. آمين يا رب. شكرا لك ومعافية إن شاء الله.